مباشرة إلى بغداد ونتابع كلمة رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي أمام الاتحاد البرلماني العربي. ومنحى هو الأخطر منذ عقود وسط صمت وتخاذل عالمي تجاه الانتهاك الإسرائيلي المعتاد للأحراف والقوانين الدولية. الحضور لمنعطف شديد الخطورة يحمل في طياته حلقة جديدة من حلقات العنف المفرط الذي مورس ويمارس ضد شعبنا الفلسطيني منذ عقود عديدة. ولعل الجريمة النكراء الناجمة عن استهداف مستشفى الأهلي المعمداني بالأمس في قطاع غزة والتي أسفرت عن مئات الشهداء توضح بجلاء مدى إجرام الاحتلال الإسرائيلي وتضيف جريمة جديدة إلى سجله المشين الذي لن تنساه ولن تغفره أمتنا العربية. فمثل تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم، تظل شاخصة في القلوب والنفوس، وعلى الرغم مما تتركه فينا من جراح غائرة إلا أنها تبعث فينا عزماً لا يلين بضرورة استكمال الطريق وتحقيق الحلم الفلسطيني المشروع بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. ومن منطلق مركزية القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية المصرية، فقد أولت مصر منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة أهمية قصوى للشق الإنساني، تمثل في دعوتها لجميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى إيصالها إلى مطار العريش الدولي والذي تم تحديده لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من جميع الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة، وذلك تخفيفاً عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واستجابة لمعاناته جراء ما يتعرض له من وحشية إسرائيلية ممنهجة. وفي سياق موازن سعت مصر بشكل حثيث إلى تكثيف اتصالاتها بكافة الأطراف الإقليمية والدولية من أجل العمل على احتواء هذا التصعيد غير المسبوق حقنا للدماء كأولوية أولى وللحيلولة دون امتداد المواجهات الحالية بصورة تهدد بإشعال الأوضاع في المنطقة وتعريض شعوبها لويلات حرب موسعة يصعب تصور مداها. وإننا في مصر نؤكد على أن هذا المشهد المأساوي الذي نشهده حالياً ما هو إلا نتاج الإهمال في التعاطي الجاد مع القضية الفلسطينية، فضلاً عن تاريخ طويل من الاستفزازات الإسرائيلية تمثلت في تصاعد وتيرة التحريض والاقتحامات العسكرية لمدن الضفة وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة وارتفاع معدلات عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين والانتهاكات المستمرة للوضع القائم بالمقدسات في مدينة القدس بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك، بالإضافة لحالة من التخاذل الدولي تجلت في الاكتفاء بإدارة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون العمل على تسوية شاملة للقضية الفلسطينية تنهي الاحتلال الإسرائيلي وترفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وتكفل استعادة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والمتمثلة في إقامة دولته المستقلة
على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما تشدد مصر على رفضها القاطع لأي دعوات للتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة. ماني بالقاهرة من أن أي محاولة للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة سوف تدفع بالملايين من الجماهير العربية إلى الخروج في مظاهرات عارمة ترفض هذه المحاولة التي تدفع بالقضية الفلسطينية إلى نقطة الصفر، كما أكد فخامته بقوة وحسم أن حدود الدولة المصرية خط أحمر يستحيل تجاوزه أو المساومة عليه تحت أي ظرف وبأي حال من الأحوال. ومن جانبي كرئيس لمجلس النواب المصري أؤكد لحضراتكم أن جماهير الشعب المصري تؤيد وتساند موقف القيادة المصرية، وهو ما عبر عنه نواب الشعب المصري في مجلس النواب في جلسته هذا الأسبوع على اختلاف توجهاتهم من كل الأحزاب والاتجاهات المستقلة، كما أن مجلس النواب المصري سوف يعقد ظهر غد جلسة طارئة تخصص لمناصرة قضيتنا الأولى فلسطين. الزميلات العزيزات والزملاء الأعزاء، وفي خضم ذلك الوضع المتأزم بدون مواربة لن يتحقق الأمن والاستقرار والتعايش في الشرق الأوسط دون تضميد جرحنا الغائر في فلسطين عبر إنهاء أطول احتلال في العصر الحديث، وهو الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وفي تلك اللحظات العصيبة التي تواجهها أمتنا العربية وفي القلب منها فلسطين، يقع على عاتقنا ونحن صوت الشعوب العربية وضميرها الحي مسؤولية تاريخية في رفع هذا الظلم والعدوان الوحشي عن شعبنا الفلسطيني. هذه المسؤولية تفرض علينا عدم الوقوف صامتين إزاء تلك المأساة الإنسانية، بل علينا التحرك بشكل حثيث ومكثف في جميع المفاهيم، نطلع العالم على تاريخ وحاضر جرائم الاحتلال الإسرائيلي، القانون الدولي الإنساني والضمير الإنساني العالمي. في الختام أشكر الاستماع وأتمنى لأعمال اجتماعنا التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.